خذ كتابك المقدس الآن. خلينا نبلش مع بعض نعلن كلمة الرب في هذه القاعة الآن. كل واحد يرفع كتابه المقدس قول معي: هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش الآن، أرضي جاهزة أن تزرع فيها كلمة الإيمان فتعطي الثمار 30، 60، و100. سوف أتغير باسم يسوع، سوف أتغير. هللويا يا رب، أني أعظمك الآن أيها السيد، لأنك الآن تفتح قلوبنا لكي نستقبل كلام الحياة. أني أعظمك الآن يا رب، لأن كلمة الحياة تأتي على حياتنا الآن وبتجيب حياة، وبتجيب يا رب فرح، وبتجيب سلام، وبتجيب حرية، وبتجيب خلاص للاحتجين لخلاص اليوم، وبتجيب شفاء للمحتجين لشفاء، إن كان بالجسد أو إن كان بالنفس. لأن أني أعظمك، لأنه مكتوب أرسل كلامه فشفاهم. أني أعظمك الآن من أجل إعلاناتك أيها رب الآن اللي تبنى عليها حياتنا الآن أيها سيد، إعلانات غير عادية تأتي على حياتنا الآن بسبب كلامك لنا. تعال الآن يا رب، أنت تزيد كل واحد فينا ينقص. تعال أنت يا رب تمجد، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك أيها رب. ليس اسمنا وليس ملكوتنا وليس مشيئتنا، لكن ماذا أنت تريد فليكن هكذا باسم المسيح يسوع. أني أصلي أن تغطي هذا المكان بدمك الآن وتحاوطه بملائكتك، ولا تدع أحد يخرج اليوم كما دخل باسم المسيح، لكن يخرج مشفي محرر ومخلص. آمين ثم آمين ثم آمين. هاللويا، مجدا ليسوع، تفضلوا. مجدا 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 للرب. ما زلنا نتحدث عن التلاميذ، وإن شاء الله اليوم انهي موضوع التلاميذ. إن شاء الله اليوم انهي، عندي رجاء إنه اليوم انهي موضوع التلاميذ. ما عندي إيمان إنه إن شاء الله، يعني رجاء ما هيك، لكن أكيد يعني إيمان ما هيك. بقى أنا عندي رجاء إنه اليوم انهي هذا الموضوع، لكن يعتمد على قديش أنتوا بك تسحبوا اليوم. هاللويا. وبمعنى آخر يا أحبة، الموضوع بتفرق لمين أنت عم تحكي بالحقيقة، والموضوع بتفرق المسحة. كل ما أنت سحبت منها كل ما هي بتزيد على فكرة، لأنه نفس الأمر كل ما كان في أوعية فارغة كل ما الزيت عم بينزل. ما حدا عم سمع علي؟ لا لا، غريب انه الظاهر انه مش رح ينزل زيت شي اليوم. لا اسمعني شو بدي لك، لين كل ما في اوعيه فارغه كل ما الزيت بينزل. سمعتني شو عم بقول لك؟ لا ما سمعت. قلت كل ما كان في اوعيه فارغه كل ما الزيت بينزل. جاك سمعت؟ جاك هذا سمع هون ورا؟ هذا سمع؟ لا ما سمعته، رح اقول عندكم بلكي بتسمعوني. عم بقول لأنه لو سمعتوني كنت بتقولوا غير هيك. عبقول كل ما يكون في أوعية فارغة كل ما الزيت بينزل من السماء. ما عجبتني هالأمين. لا ما عجبتني، بشكركم، شجعوني يعني، قولوا لي شيء، قولوا أمين هيك منيحة يعني، قول أمين أو شيء. الموضوع الآن يا أحبائي، الموضوع ليس قديش في زيت بالسماء، الموضوع قديش في أوعية فارغة على الأرض. والرب تكلم إلي مرة أنه عندما الامرأة الشونامية لما طلبت أن يأتي الزيت من السماء، أو طلبت من أليشا أن يساعدها، قال لها جمع كل شيء في أوعية، ما هيك؟ قال لها روح جيبي أوعية فارغة، وهذا الزيت اللي عندك واسكبي بالأوعية الفارغة، لأنه هذا الزيت رح يضل ينزل طالما في أوعية فارغة. وبالآخر آخر الموضوع، الكتاب يقول أنه طلبت من ابنها يعطيها وعاء، فقال لها ما بقى فيه، التوقف أن ينزل الزيت. بهذا الوقت الزيت ما نقص بالسماء، لكن الأوعية على الأرض ما بقى فيه. وطالما في وعاء فارغ، طالما الزيت السماوي ينسكب. ناس اسمعني شو بقول لك، لين طالما انت تنقص طالما هو يزيد. لكن هو ما راح يكب عليك هيك ليطلع برا. يا انا عم بحكي شيء كثير قوي، يا انا عم بحكي شيء مش مفهوم. واحد من اثنين، لا عم تطلعوا فيه بطريقه انه يا انت نعبول الان. طالما انت تريد ان الله يسكب عليك، بمعنى اخر طالما الزيت راح يضل ينسكب على حياتك.
ليه؟ هذا يعني بأنك أنت الآن تفرغ نفسك من كل امتلاءات هذه الحياة، وطالما أنت وعاء فارغ أمام الله، طالما زيت الله السماوي ينسكب عليك. لكن طالما أنت معبى راسك ومعبى حياتك بأمور كثيرة، انسى موضوع أنه الله يكب عليك زيت. إذن الموضوع ليس إذا الله الآن يريد أن يكب عليك زيت إيه ولا لا، الموضوع هل يوجد أوعية فارغة اليوم. ومشان هيك الآن بتفوت على كنائس وبتفوت على محلات الآن تسمع عظات وبتسمع كلمات الرب، بتفرق بين شخص وشخص، بتلاقي أشخاص طلعت متباركة، أشخاص طلعت اخذ قرارات بحياتها، لكن أشخاص طلعت إنه إيه ما بعرف، ما بيعرف أصلا شو كان عم ينحكى بالمكان، ناسي إذا شو صار، تسأله من بعد ما تطلع بخمس دقايق عن شو كان عم يحكي الأسيس، عن شو كان عم بصير إشي، وهو ما عنده ولا نتفة فكرة عن ماذا كان يحدث. نا ليش؟ شو اللي صار؟ هل كان حضور الرب قال يي أنا اليوم ما تمتعت بالاجتماع؟ أنا هذا بخليني أسأل، هل أنت أتيت إلى هذه الكنيسة اليوم بحالة أنك تريد أن تستقبل من الله؟ هذا يعتمد عليك، لأنه كل واحد الكتاب يقول كل من أتى إليه لا يخرجه خارجا، وكل واحد بيجي لعنده ما بيطلعه أيضا فارغا معي؟ صبح في حل من اثنين، يا أما أنك أنت إجيت لكن ملين لدرجة أنك مش عم تقدر تستقبل، يا أما أنت أصلا إجيت بالجسد لكن لم تستطع أن تستقبل لأنك ما كنت هون. شو هالوعظة هذه أسيسادي، شيء عظيم، هاليلويا، ربي باركك. يعني يعني أنا شجعتوني أو ما شجعتوني، هاليلويا، أنا مشجع لأني فرح دائما، وشجع نفسي بالرب. أوه هللويا مجدا. صباح الموضوع يعتمد عليك أنت. وناس بيقول يي أنا رح، أنا كانوا عقدوني في أشخاص روح يسمع عظة مع شخص، قول واو حضور الله كان بالمكان، سمعنا واو شو حلو. لا تروح تسمع نفس العظة ونفس الكلمات من شخص آخر، لكن هو ما بيستقبل قد ما بيستقبل مع شخص آخر. ناو وين المشكلة؟ هل بكلمة الرب؟ لا، هو كان مسكر، هو ما بده يستقبل لعدة اعتبارات. ما بده يفوت بأي اعتبار اليوم، لكن لعدة اعتبارات بتخلي الواحد ما عم يستقبل الزيت من السماء. والنهار اللي انت بتسكر الرب ما بيكب نقطة زيت على الأرض. النهار اللي انت بتذكر السماء بتذكر، نهار اللي انت بتفتح الزيت بينزل. إذن كل واحد ينكز لهذا ويقول له الموضوع يعتمد عليك أنت اليوم. أنت كيف أنت حالتك اليوم تفرق، تفرق اليوم، تفرق قديش أنت بدك تاخد اليوم، تفرق، تفرق بأنك كيف اجيت على هذا الاجتماع اليوم، تفرق كيف راح تطلع من هذا الاجتماع اليوم معي، كيف اجيت على هذه الكنيسة اليوم وأردت أن تكون في محضر الرب اليوم، تفرق كيف أنت راح تطلع من هذا المكان. والأمر إذن كل واحد طالع حد يقول له الأمر لي، كان الدرجة على فكرة، بقال له لا الأمر لي، أنا اليوم ما بتفرق معي إلي. هاليلويا. ونتحدث عن التلاميذ اللي هن أتباع، والقسم المشترك طبعا بين كل هذه التلاميذ بأنها أتباع، أتباع للرب بكل ما للكلمة من معنى. والأسبوع الماضي تحدثت عن، أو خلينا نقول الجمعة الماضية تحدثت عن كيف كل واحد من هدول التلاميذ انتقل عند الرب، وكيف عانى من الاضطهاد وعانى من التعذيب وعانى من أمور كثيرة من أجل الرب واستشهد. والكتاب يقول يا أحبائي بأنه كلياتهم تقريبا شربوا هذا الكأس اللي وضعوه كتلاميذ للرب وكأتباع للرب. أو خلينا نقول مش كتاب، التاريخ يتحدث لنا عن كل هذول الأشخاص، ولكن دليل رائع يا أحبائي بقيمة التبعية اللي كانت عندهم إياها للرب يسوع، قديش هن كانوا أتباع. ومثل ما كنت عم بحكي بالأسابيع الماضية بتشوف قديش كل واحد من هذول التلاميذ عنده شخصية تختلف كليا عن كل التلاميذ الباقية. وتحدث طبعا عن آخر شخصيتين اللي هن يهوذا الخائن وبطرس، للآن أريد أن أتحدث عنه اللي هو أكثر شخصية بارزة بين هدول التلاميذ.
الاثناش، وفي منهم كانوا حزبيين، في منهم كانوا متدينين، في منهم كانوا ناموسيين، في منهم كانوا جبات ضرائب بزنس مانية، في منهم كانوا أشخاص عاديين، في منهم كانوا زعران، وفي منهم كان واحد منهم كان خائن، وواحد منهم كان يملك هذه الطبيعة اللي اسمه بطرس. كان يملك طبيعة رائعة، لكن بنفس الوقت هذه الطبيعة فيها دفويات كثيرة، أو نقول فيها نقاط ضعف كثيرة، لأنها عادة ما يتحدث كثيرا. الكتاب يقول الأشخاص اللي بيحكوا كثير بغل كثير. بيحكي بسفر الأمثال لما بتضلك تحكي، قال في أي رائعة بتعجب سفر الأمثال، قال الجاهل إن صمت يحسب حكيما. يعني هلا مثلا فوت واحد ما دخله بالموضوع، يقعد بين جماعة كلهم عم يحكي، لكن هو هيك كلهم يصير يطلع اف لك عن جد شو هذا، هو بيكون اصلا مش فاهم ايش يمشي. قال الجاهل ان صمت يحسب حكيما. ومشان هيك الان بالاكسار الكلام الكتاب يقول زلت لسان، باكسار الكلام زلت لسان. مشان هيك الكتاب يقول ايضا باللسان حياه وموت. قال والمولعين باستخدامه يعانون العواقب، ينالون العواقب. قديش انت بتحكي، قديش انت بعد احيان بتغلط. وواحدة ايضا من الايات رح فرجيكم اياها الان بسفر الامثال، سفر الامثال الاصحاح 29، لكن شو ما نعمل هاي شخصية بده يحكي ما بيقدر ما يحكي، جزء من طبعه انه يحكي، لازم يحكي ليفرج انه موجود. والإصحاح 29 من سفر الأمثال الآية 20 بتقول أرأيت إنسانا متهورا في كلامه، إن للجاهل رجاء في الإصلاح أكثر منه. تبهت؟ قال أرأيت إنسانا متهورا في كلامه، إن للجاهل رجاء بالإصلاح في الإصلاح أكثر من هذا الشخص. ليه؟ لأنه يتحدث. ومين هذا الشخص اللي عم نحكي عنه اليوم اللي دائما يتكلم من الرسل؟ كان الرسول بطرس. بالحقيقة إذا بدك تعرف اليوم أنه أكثر إنسان مذكور في العهد الجديد والأناجيل الأربعة بالتحديد، أكثر إنسان مكتوب اسمه في هذه الأناجيل الأربعة دغري من بعد يسوع، بطرس بيجي أكثر واحد، حوالي يمكن ما بعرف شي 60-70-80 مرة بتقرأ عن بطرس بالأناجيل الأربعة، عن بطرس. وعادة دائما قبل كلمة بطرس دائما بتقرأ كلمة هيك، قال بطرس ثم قال ثم أتى لكي يقول، وجاء بطرس وقال. دائما بطرس يقول أمور ما، ورأى بالموضوع أنه بعض أحيان كانت يقول شيء حلو وبعض أحيان ما كان كتير حلو الإشياء اللي كان عم بيقوله بطرس، ورأى بالموضوع أنه بعض أحيان كانت تزبط معه لكن بعض الأحيان ما كانت تزبط معه، لكن كان من الأشخاص اللي بعض الأحيان كلنا منحب نكون مثل بطرس لكن ما منتجرأ نكون مثل بطرس. هيك نوع من الشخصيات عادة يا أحبائي اللي بيكون عنده جرأة غير عادية لكن بنفس الوقت عنده براءة غير عادية. يعني في ناس تسيء فهم هيك أشخاص لما بتسمعوا عم يحكي بتقول مش معقول شو عنده وقاحة وشو عنده جرأة، لكن بالحقيقة إذا بتكتشف طبيعة وقلب هيك أشخاص بتلاقي في بقلبه بياض غير عادي، ما عنده شيء مخبى. أي شخص بيقدر يعرف عنه أي شيء، شخص صافي للآخر، لكن في إكثار الكلام الكتاب يقول زلات لسان، تهور دون أنك تدرك، دون أنك تدرك. وأيضا جزء من طبيعة بطرس يا أحبائي بأنه بعض الأحيان كان يستخدم هذه الطبيعة مع يسوع،
يعني المشكلة بالموضوع انه كان كلياتهم يعني من نوع من الناس اللي كان يسوع يوعظ وكلياتهم يكونوا عم بيقولوا امين، لكن هن مش فهمانين شيء. نعم، بتعرفوا مين كانوا يحرضوا ليفهموا شو يسوع بيحكي؟ بطرس. انا بقول انه كان لما يروحوا على البيت بالليل تلميذ كل نهار يسوع بيوعظ، يبعث تلميذين او ثلاثه ليحضروا له الضيعه او يحضروا له المكان اللي يسوع رايح عليه، يحضروا له يا جمعوا الناس يسوع يروح يوعظ يبشر يعلم يشفي المرضى يطعميهم بعض الاحيان، ويرجعوا بالمساء. ومن بعد ما انه يعمل يكون عنده نهار طويل يرجعوا بالمساء على البيت. والكتاب المقدس بيقول انه كل الاحاديث اللي كانت تصير بين التلاميذ وبين يسوع كانت بالليل بالبيت بالمساء. وعادة ما كان دائما يبلش الحديث به أتى بطرس وقال له اشرح لنا شو كنت عم تحكي اليوم. عادة. وواحد من المرات الكتاب يقول بأنه لاحظ، يعني شوف هذه الشخصية استقرأ بمتى 15 على ما أعتقد. متى 15 الآية 10، يعني يسوع بيحكي كلام كبير كل الناس هللويا أمين، بس بطرس مش عم بيقدر. يا أخي شو عم تقول؟ ما عم نفهم. لاحظ الآن بمتى الإصحاح 15 تقرأ الآية 10، ثم دعا الجمع إليه وقال لهم اسمعوا وافهموا. كلهم أمين. ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان. هللويا. أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء؟ فتقدم إليه تلاميذه وقال له أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ فأجابهم كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لابد أن تقلع. لاحظ معي الآن لما تلميذ إجوا لعند يسوع قال جمعوا حولون هيك قال لا 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 نحن يسوع عم بيخبص، لا لا حدا لازم يحكي معي يسوع عم بيخبص. قال جمعوا حال منهم يسوع بتعلى لك شوي هذا حكيك عم بينرفز الفريسيين خي مش طايقينك صاروا. فقال لهم يسوع كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لابد أن تقلع. دعوهم وشأنهم، انه خلص اتركوا شو بدكم فيهم. يسوع بيحكي يعني فهم عميان يقودون عميانا، واذا كان الاعمى يقود اعمى يسقطان معا في حفره. ما كل تلاميذ انبسطوا، اوكي طيب يا اخي شو ما نقول له خلص طيب اوكي يسوع ربي باركك يسوع ما هيك شو ما اخي ما بيسمع لنا يعني انا بشارت انه كلياتهم فلوا لكن مش مقتنعين من حكي يسوع. لكن بطرس مش قادر يخلي شيء بقلبه. قال له بطرس، لاحظ قال بطرس فسر لنا ذلك المسألة يا خيي عن شو عم تحكي؟ مش قادر يحط شيء بقلبه بطرس بدي يفهم. لاحظ الآن يسوع فأجاب وهل أنتم أيضا بلا مخ بلا فهم؟ بس نفس الشيء يعني يعني عم تخيل يسوع يعني وصلت كذا مرة فأعوله مرارته يعني للرب يسوع ما بقى في مجال يا أخي إلى متى أحتملكم أنتوا كمان بلا فهم؟ لاحظ ألا تدركون بعد أن الطعام الذي يدخل الفم عم بتعملون إياها بالمعلقة الطعام الذي يدخل الفم لاحظ لا الطعام الذي يدخل الفم ينزل إلى البطن ثم يطرح إلى الخلاء، أما من يخرج من الفم فأنه من القلب يصدر وهو الذي ينجس الإنسان. فمن القلب تنبع الأفكار الشريرة، القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، التجديف، هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان. وأما تناول الطعام بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان، مع أنه نحن كاتبين بالنيوزلتر عن النظافة يعني. جبت أي ضد هذا ما قال. أما بمعنى آخر عم يحكي الآن عن نظم الاغتسال،
هذا لا ينجس الإنسان. الذي ينجس الإنسان بالحقيقة هو الذي يخرج منه وليس الذي يدخل إليه، صحيح؟ بمعنى آخر، مش مشكلة قديش أنت بتطير طيور من حول راسك وأفكار بتجي من حدك وقديش أنت بتحاول تفوت على السيستم تبعك، لكن بتطلعها دغري، مش بتطلعها من فمك إلى الخارج. هذه الأمور تنجس حياتك أكثر من أي شيء آخر. ولاحظوا معي الآن، بطرس مجددا عم بشارع يسوع. نعم، ومرة من المرات كمان بطرس بده يدافع عن يسوع. قال اجوا لعنده جماعة ضريبة الهيكل، اجوا قالوا له يا بطرس، يسوع بيدفع ضريبة؟ نعم، بتعرف شو قال بطرس؟ قال اكيد بلا، مع انه بطرس ما كان عارف اذا يسوع بيدفع اي ولا لا، لكن عنده حماس ليسوع بشكل انه غيران عليه، بس مش فاهم شيء. مش بلا كيف لكان؟ قال وبعدين راح ساله، كتاب بيقول وراح لعند يسوع قال انت بتدفع ضريبه؟ طب اخي انت مش عارف كيف تقول بلا. بده يحكي بطرس. قال فساله يسوع امن الحق انه يدفع الاجانب ولا المواطنين للضريبه؟ فقال له الاجانب فقط. قال له مع انه هيك روح تصيد سمكه بيطلع لك فيها دينار، روح ادفع عني وعنك ضريبه. ليس هذا رائع انه يسوع عنده مال وبيعرف وين بيخبي مصرياته يسوع؟ وبيعرف ساعة اللي بده اياهم بيعرف كيف بجيبهم. طلب لحد قال له انت ايضا الرب اياك تعلم هيك، كون لك هذا الايمان بانه عندك مال كثير وساعة اللي بدك اياهم بتعرف كيف تجيبهم. هاليلويا. لا عم بحكي معك انا ثاني. هاليلويا. في هالميلة ما سمعوا، هالميلة ما بعرف ليش عم يسمعوا اليوم. تعرفي يسوع عندهم، انت ايضا الله بده يعطيك ايمان انه تعرف كيف ساعة اللي انت محتاج لشي تعرف كيف تجيبه. امين. قلتوا امين لانه ما بدكم تسألوني كيف. لانه ما في ولا بطرس هون. هذا سمع علي الان. لا انا رح اقول لك كيف الان. بايمانك الان يا احبائي، اذا انت تؤمن بان اله السماء هو ربك، إذا أنت تؤمن الآن بأن خالق السماوات والأرض هو إلهك وإلهي اليوم وهو يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر الآن، إذن وتضع حياتك بين يديه، تعرف بالضبط ساعة اللي عندك أي احتياج. الكتاب يقول بأن الأشبال احتاجت وجاعت أما طالبو الرب لا يعوزهم شيء من الخير. هللويا. تعرف بالضبط كيف تجيب شو بدك، بأنك تفوت إلى مخدع. رح علمك طريقة، عندي طريقة لك. تفوت إلى المخدع وتقول يا رب حق الآن كأبن أنا في احتياج الآن، ولن أخرج من هذا المكان دون أن أعرف بأنك أنت تسد كل احتياجاتي. نعم، فجأة صوت الرب يقول لك أوكي روح زراع. تقول من تهرك يا إبليس. ما بقول لك مش إبليس، إذا أردت أن تحصد عليك أن تزرع. لأن ملكوت الله يعمل بنظام الزرع والحصاد مش بنظام فأسة زر. الله إله المواسم. قول معي الله إله المواسم. بعد مجددا إذا بتريد. بلشت وعظ على المواسم قبل ما فتنا بالمواسم. الله رد أسابيع قادمة. الله إله المواسم. والله نظم الحياة بمواسم، ومشان هيك الآن الله يريد أن خليك تعرف أنه في مواسم للزرع وفي مواسم للحصاد، لكن موسم الزرع شاق، موسم الحصاد فيه فرح، لكن إن لم يكن هناك في عمل وتعب في موسم الزرع، موسم الحصاد سوف يأتي دون أي فرح. هاللويا. مرة أخرى يتحدث لنا الكتاب المقدس عن أحدى أجمل مواقف الرسول بطرس. تقرأ في متى 18، من بعد ما قال له اغرب عني يا شيطان. لاحظوا معك، صرنا حكينا عن هذا الموضوع كذا مرة، ورح ارجع عيده الآن بمتى 16. تقرأ بأن بطرس عرف مين يسوع، وانهينا نهار الجمعة بأنه الرب أعطى إعلان لبطرس. شيء المئزي يا أحبائي، شيء المئزي
ومجددا عم كرر، يعني ما كانوا هون نهار الجمعة ياخذوا الكاسات ويسمعوا، عم كرر مجددا. الشيء المأذي انك تكون كتير كتير قريب من الرب لكن ما تعرفه، او تتعود عليه. تعرف شو يعني؟ في ناس تعودت على الكنيسة، تعودت على تكون مع، تعودت تصلي، تعودت ترنم، تعودت ترفع ايديها، تعودت تحكي ألسنة، حتى تعودت، صارت عادة. نعم نشكر الله، هذه عادة جيدة، لكن اسمعني جيدا، ما تخليها تصير عادة ميتة، بأنك تعمل كل شيء بطقس اسمه طقس خمسينة، ها، وفجأة تنسى أنه بالحقيقة هي علاقة وهو شخص، وتدرك من هو هذا الشخص، بأنك أنت مش متعود عليه لدرجة أنك أنت بعد مش عارف من هو. قالوا له مين الناس عم بيقول؟ قال ايه شو حلو، عم بيقولوا عنك إرميا، عم بيقولوا عنك يوحنا المعمدان، عم بيقولوا عنك إيليا. طب أنتم مين بتقولوا؟ ما بنعرف. صاروا يحكوا مع بعض، صاروا يحرضوا بطرس. بطرس قام زبطت معه هالمرة. بطرس قالوا أنت هو المسيح ابن الله الحي، نعما لك يا سمعان بنيون، لحم ودم لم يعلنا لك هذا، بل أبي في السماء، بل أبي الذي في السماء، ولك أقول أنت صخ، أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. مجددا خليني أشرح لك شو عم بيقول يسوع. كلمة بطرس في اليوناني هي بيتروس، كلمة صخرة هي بيترا، بمعنى آخر باليوناني كلمتين هدول مش نفس الكلمة. أنت بيتروس وعلى هذه البيترا أبني كنيستي، معنى آخر أنت بيتروس، بيتروس هي كيو يعني بحصة، بحصة صغير، أنت حجرة، لكن على هذه الصخرة أبني كنيسة. أي صخرة؟ هذا الإعلان السماوي، الكنيسة تبنى على إعلان سماوي، على رؤية سماوية. مشان هيك الآن كل كنيسة في العالم بنيت على رؤية من السماء، الله أعطاها وتكلم فيها لشخص، تبنى على هذا الإعلان. مشان هيك تهدم أيضا بأنه حدا يحاول أن يسرق هذه الإعلانات أو يزيح عن هذه الإعلانات. أسرع طريقة لهدم أي كنيسة معي؟ نا الآن مجددا بطرس عرم، ولك أعطي مفاتيح السماوات. في ناس بيقول شو عطاه بورتوكلي يسوع؟ فيها مفاتيح؟ قال له هيدا باب السماء. وكل النكت اللي بنعملها بطرس واقف على الباب صح؟ ومعه مفاتيح. حرام بطرس واقف، عملوه بواب يعني، بالنتيجة كلياتهم عم يتمتعوا وهو واقف بواب. أليس هذا غريب أنه أنا وياك نفكر أنه بطرس بواب صار؟ مع أنه واحد من أعظم الرسل؟ أنه إذا بطرس بواب أنا شو بدي حطني الرب؟ ما تبخسني يعني، أنه أنا خليني نشوف شو بدي أعمل، كارثة إذا بطرس بواب، كارثة. قال لك أعطي مفاتيح السماوات. في ناس افتكرت بأنه احتكار على بطرس، هو بيفتح السماء وهو بيسكر السماء. اسمعني شو بدي لك الآن يا أحبائي إطلاقا، تعرف شو هو مفاتيح السماوات؟ هذا الإعلان أنت ابن الله، اسم يسوع يفتح السماء، واسم يسوع يغلق السماء. هاللويا هاللويا. استقرأ ب 18، استقرأ بالإصحاح 18 من إنجيل متى. اسمعني كيف، استقرأ بنفس هذا الإصحاح بالإصحاح 18، بيقول وكل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. لم يتحدث فقط إلى بطرس، بطرس حكي معه بالإصحاح 16، لكن بالإصحاح 18 تحدث لكل التلاميذ. كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. أنا بدي أعلمك اليوم شو جاي بالأصل هذه الآية، حتى في كثير أشخاص عندهم حتى لخط بتفسير هذه الآية. تعرف شو بتجي بالأصل هيك؟ بالأصل هيك رح لك إياها بالعبارة، كيف إذا بقى تترجم بترجمة دقيقة هيك جاي. كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء أصلا. ما هذا فهم علي؟ ما هذا؟ وكل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء أصلا.
بمعنى آخر الآن أنت ما تقوم به على الأرض هو إعلان ما قد كان في السماء أصلا. لا 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 ما هذا ما في كم واحد أعلن ثلاثة واسبعي رارجع عيد لأنه في أمور بالسماء أصلا هي هني بس أنت كل اللي عم تعمله هو عم بتصدق على هذا الموجود أصلا في السماء. هللويا. ومشان هيك الموضوع الآن مش بإيدك، الموضوع الآن في يدك بأنك تتفق مع شو أصلا موجود في السماء. ومشان هيك الآن كل من آمن في قلبه واعترف بلسانه نال الخلاص. ليه؟ لأنه هذا أصلا هيك. ايه يا ريت حدا عم يا ريت في حدا عم سمع يا احبائي، حدا عم سمع يعمل لي هيك بيده. شكرا كلكم سمعتوا، مين فهم بس؟ لانه اذا كانت اعلنت لك اليوم هذه في المساء حياتك سوف كلها تتغير اليوم، لانه فجاه رح تبلش تعلن امور اصلا في السماء. رح تفتح كتابك المقدس تقول هي هيك بالسماء. مش إن هيك لاحظ لما يسوع علمنا أنه نصلي قال لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. هللويا. ليش هالزقف البيخة لإعلان هام؟ أوف. يعني هذا اعلان اوف. الان كما في السماء الله يريد، بمعنى اخر طلعنا من بطرس بس هذا الله يريد. الان الله يريد ان مشيئته على الارض تكون كامله كما ان مشيئته بالسماء تكون كامله. مشان هيك الان هو ينظر اليك بانك انت تعلن هذه المشيئه وتؤمن بها. وكل مرة تعلن مشيئة الله وتؤمن بها أنت تجعل ملكوت الله يتقدم ويخترق الظلمة. مشان هيك المسيح قال صلوا، مش لأنه الله مش قادر يعمل شيء. حدا عم تسمع علي الآن يا أحبائي؟ مشان هيك قال صلوا دون. هلأ صرت تعرف إيه قديش مهم أنك تعلن وتصلي، قديش مهم قديش مهم صرت تعرف الآن قديش كل ما أنت تتكلمه بالحقيقة يا أحبائي أنت تحاول أن يا أما تتفق مع شيء موجود بالسماء يا أما أنت عم تتفق مع شيء عم بقوله إبليس. واحدة من اثنين. وكما تفكر هكذا أنت أيضا. ونهار تبلش تغير أفكارك. كيف تغير أفكاري؟ بنجدد ذهني. يا أحبائي قديش صرنا حكين وحكين 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 ومعظمكم صرتوا تعرفوا عن غايب بس قليل اللي بيعملوها. كما تفكر انك تبلش تغير أفكارك. كيف تغير أفكارك؟ جدد ذهني. كيف تجدد ذهني؟ بهكذا قال الله. ليش؟ لأنه هذا أصلا موجود لألي وينبغي أن نجيبه على الأرض. ما هو الشفاء أصلا؟ هو هيك التحرير أصلا، هو هيك الخلاص أصلا، هو هيك الازدهار أصلا، هو هيك تسديد الاحتياجات مهما كانت أصلا، هو هيك هو 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 يفرح. قال بأن يسمع ويقول قال يفرح يبتهج الله في ازدهار أولاده. أصلا هيك، أصلا هيك. مشان هيك لأن أنا وأنت نقف على هكذا قال الله. كل ما نربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء أصلا، وكل ما نحله على الأرض يكون محلولا في السماء أصلا. عمك بطرس سمع هذه الكلمات. حدا معه بورتوكلي؟ دينونا شي بورتوكلي كتير كبيرة. وصل لعن تلميذ معه فتيح. سمعتوا سؤال لأسيس يسوع؟ بدكم رضاي انت ولا؟ أنا يا فوتكم يا بظهركم.
ما بلش ركض لعنده اندراوس خي هذا. لا 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 ما خيه لا. خبرناكم هذه النكتة الشخص اللي مات وطلع على السما فايت هيك مبسوط واو السما شايف بطرس على الباب ومعه ال... وين رايح؟ قال له فايت على السما. قال له لحظة في قانون هون. شو القانون؟ قال له بسألك سؤالين إذا بتعرف جاوب عليه بتفوت على السما، إذا ما بتعرف جاوب عليه بتضلك برا. قال له طيب شو السؤال؟ قال له هجي لي كلمة love. قال له L-O-V-E. برافو تفضل على السما. شو حلو شو حلو هاليلويا. مجدا لي أسألك شو حلو. بقى بقى تخيل إن هو قاعد هيك صار مبسوط صار صاحبه لبطرس هذا الشاب صار قاعد كل وقت حد بطرس كل واحد بيجي على السما بيقول له هجيلي كلمة love L-O-V-E تفضل على السما كل واحد فات هجيلي كلمة love L-O-V-E تفضل بالآخر بطرس قال له ليك أنت صرت قاعد صار لك زمان قاعد هون صرت تعرف بالضبط شو لازم يصير بقى فيك تقعد شوي محلي خليني أنا فيك أبرم شوي بالسما لأنه عبالي أعمل لي برمي أول وقت تكرم عينك بطرس وقعد هذا الشاب هيك وفجأة طالع مرته حياتي وطعانق شو اشتقت لك ياي وينك يا عمي ياي كيف الله استفقدك هاليلويا أصف عمرك هاليلويا وفجأة لا حبيبتي سوري بس انت ما فيك تفوتي هلا يعني في قانون هون ايه حبيبي شو فيني فوت ايه بس لحظة بسألك سؤال قبل إذا بتعرفي تجاوبي بتفوتي إذا ما بتعرفي تجاوبي ما فيك تفوتي إيه شو هو السؤال هجي لي كلمة تشيكوسلوفاكيا يعني شو بيحبها وشو مشتاق لها مش معه بقى بطرس مكيف ومع التلاميذ أنا صرت خلص شو بكم ما عم تسمعوا شو عم بصير وفجأة حالة من الذهل كلياتهم وفجأة يسوع الكتاب يقول بلش يشاركهم عن أنه بده يموت وبده يطلع بده ينجلد بده ينضرب بده يتعذب بأورشليم وأنا ذاهب إلى أورشليم وفجأة بطرس قال انتهر وقال له تعال لك هون أورشليم ما فيها يه شو الحديث هذا يسوع ها شو الحديث انت تموت انت ملك كيف بدك تموت شو الحديث وفجأة يسوع الكتاب يقول نظر يا بطرس وقال له ابتعد عني يا شيطان فجأة وعد البورتوكليم من ايده لبطرس بطرس حك وجهه أليس هذا رائع أنه ساعة الرب بيحكي معك بعد شوي الشيطان بيحكي معك أليس هذا غريب أنه بيحكي معك الله بيعطيك إعلان سماوي ما في خمس دقايق هذا مش معناته أنك أنت بعد مش تحت تأثير أرواح شريرة ما يا أحبائي وهذا كان هذا شيء خطر ولاحظ الآن لاحظ شو الكلام اللي قاله الرب لبطرس قال له بطرس ابتعد عني يا شيطان لأنك تفكر كما يفكر كل الناس إنه شو كيف بدك يعني يفكر يعني لا لا أنت مش مطلوب منك أنك تفكر مثل ما كل الناس بتفكر كل الناس بتفكر مثل ما أنت بتفكر لكن أنت الآن مؤمن شو اللي تغير فيك الآن أنت اليوم بتفكر بغير طريقة وكل ما تتكلمه رح تدهش كل الناس حول منك تعرف ليش لأنك أنت بتفكر مش مثل هني بفكروا نا شو القوة انك انت بتحكي مثل ما كل الناس لما بتغيم تقول ايه شو هيدا ولما بتشطي ايه شو رح يصير ولما بيكون ما في مسار ايه بتركض لما بعرف مين شو بتفرق انت الان عن كل شخص تفكر كما يفكر الله الكتاب يقول يا احبائي اما نحن لنا فكر المسيح طيب حدا كله لنا فكر المسيح بعد مرة إذا بتريد
نأيه فكر المسيح. هكذا قال الله. هللويا. هذا هو فكر المسيح. وأنا وأنت علينا أن نفهم هذا الموضوع وأن نعيش بمثل هذا الموضوع. الآن خلينا نطلب بسرعة على 18 لأنه عم بيقطع الوقت بسرعة. 18 وفجأة بطرس رجع مشي حاله زبط وضعه. بتقرأ عنه شوي 17 عمل له كم شغلة هفوة لكن مش هذا المهم الآن. 18 بتعجبني كتير. 18 جاي بطرس وعم قاعدين عم بتخيل قاعدين الرسل مع بعض قال لهم أنا ملين بالمحبة أنتوا كل عيدكم زعران كيف ما أنا بتشارتوا شوفوا أنا رح روح لعندي يسوع وفرجيكم أنا قديش ملين بالمحبة. وراح لعندي يسوع يسوع بطرس وفجأة ايه بطرس ايه بديك قلي شو بيك حبيبي شو بيك شو مشكلتك يسوع قديش لازم يخطي خيي لقلي أنا وسامحه 7 مرات سبع انه هو كتار 7 مرات وصار يطلع بالتلاميذ اساس اني انا مرتين انا 3 انا 4 انا 5 انا 7 مرات فجأة يسوع فجأة بطرس ليس الى 7 مرات بل 70 مرة 7 مرات لا بطرس كان هيك ما بتزبط معه يا اخي قال لك جبناها 7 مرات يا زلمه انا بسامح 7 مرات بالنهار عم بيحكي بالنهار اذا بتقرينا مع لوقا بيقول 7 مرات باليوم بالنهار انت فيك تسامح واحد يغلط معك 7 مرات بالنهار وتسامحه اوف اخي مره مرتين تخنت زيحنا شو بك انه سمحناك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته 7 مرات لا 490 مره بالنهار يعني اذا بتقسمون على الدقيقه يعني تخيل واحد عم غلط معك 490 مره بالنهار اذا بالنهار في 24 ساعه قسموها حالي قسم لي 24 ساعه على 490 شوف قديش بيطلعوا وشوف بعدين قسمها على كم دقيقه في بالساعة بتلاقي انه بالحقيقه يعني كل 4 أو 5 دقائق هذا عم غلط معك وانا عم غلط معك كل 5 دبانه لحقتك كش تجيون كش و 490 مره بالنهار وكان هذا المثل الرائع وكان عم بيدهش طبعا كل الرسل مرة أخرى يا أحبائي تقرأ عن بطرس اللي مندهش لأن تقرأ بمرقس 11 يعني مش موضوعنا أنه أحكي الآن عن الغفران لأنه حكينا عنه بالزبنات يوم الأيام نرجع نحكي عنه لكن تقرأ بمرقس 11 الآية 12 قال وفي الغد بعدما غادروا بيت عنيا جاع يسوع قولوا هللويا بس لعمل لي كرعا أنه عطش مجدا جاع يسوع وأزرع من بعيد شجر التين مورقة توجه إليها لعله يجد فيها بعض الثمر فلما وصل إليها لم يجد فيها إلا الورق لأنه ليس أوان التين لاحظ يا أحبائنا شجر التين تتحدث عن الخداع عن الخداع شخص يبدو لك من الخارج ملان لكن الله لا يبحث على منظرك قديش أنت عندك واو معرفة الله إذ ينظر إلى حياتك يريد أن يأكل ثمر ما
ما سمعت شو قلت. ربما عند الورق هو رمز للمعرفة. الورق هو رمز لقديش أنت هو كبير وضخم، لكن فارغ من دون ثمر. هذا بين هلالين. الكتاب يقول بأنه لما لم يجد فيها ثمر أراب لعنة، فتكلم وقال لا يأكل أحد ثمرا منك بعد إلى الأبد، وسمع تلاميذه ذلك. لي 20، وبينما كانوا عابرين في صباح الغد باكرا رأوا شجرة التين وقد يبست من أصلها، فتذكر بطرس وقال له يا معلم انظر إن التين التي لعنتها قد يبست. وعلامة هيك تعجب، يعني هذا بقلي بقلك إنه بطرس كان عم بيراقب كل شيء يسوع عم بيعمله، بس مش كل مرة كان عم بيصدق كل شيء يسوع عم بيقوله. قال لأنه يه، قال قاطعين هن هيك، قام يسوع لعن التين. قال لك يسوع لعن التين يا عم، هل يسوع ما يصير يجيبهم؟ في خيال انه ما حدا اخذ وعطى، يعني لو اخذ وعطى كان له انه هلا انت لعنتان. وفجاه قالتين نهار قاطعين كمان بنفس المنطقه، يه شافوها يبست. قال بطرس كل التلاميذ شافوها يبست لكن في حدا بيحكي اسمه بطرس. بطرس يا رب يه هالتين اللي لعنتها يبست، زبطت معك. وبعض الأشخاص هيك كبطرس يا أحبائي، مش مفروض أن تندهش لما بصير في معجزة، المفروض أن تندهش لما ما بصير في معجزة. هيك المفروض تندهش نهار انه يه الله ما استجاب، غريب ليه ما استجاب، انك تكمل تصلي، وخاصة اذا بتعرف حالك عم تصلي بمشيئة الله كمل تصلي لكي ترى استجابة الله، وعندما تحدث تقول مجدا ليسوع. كل الناس تندهش لكن انت لا، لانك تعرف، لانني اعلم 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 بمن انا قد امنت. وعندها قال الكلمات الشهيرة الرب يسوع المسيح، إن كل من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما قاله يتم له، كل ما يقوله يتم له. لذلك أقول لكم كل ما ترغبون فيه وتصلون لأجله آمنوا أنكم قد نلتموه فيتم لكم. هذه الآيات الشهيرة يا أحبائي، إن الله راد بيوم جاي لما بلش أحكي عن الرغبة رح يكون نرجع لهذه الآيات أكثر وأكثر وأكثر، إلى أن نصل إلى الوقت اللي يسوع وعظ الوعظة الشهيرة. ورح أترك لنهار الجمعة إن الله راد البقية لما أحكي عن آخر أيام يسوع، لما يسوع أجا يغسل إجرين بطرس ونكران بطرس ليسوع ومقابلة يسوع على بطرس بعد القيامة وعظة بطرس الأولى، الله راد في الأسبوع القادم. لكن الآن بدي أحكي بعد عن شيء واحد عمله بطرس. تتذكروا لما يسوع وعظ بيوحنا 6 الوعظة الشهيرة، حدا فايق عن خبز الحياة؟ نعم، كم واحد فايق؟ كم واحد قاري يوحنا 6؟ هذه كانت أعظم وعظة ليسوع، أنه بالحقيقة بدل ما الناس تطلب الرب الناس تركت الرب. في بعض الأحيان الله بيطلب منك أنك توعظ وعظة لتغربل مش لتزيد. في بعض الأحيان، وبعض الأحيان لما بتغربل بتلاقي حالك مبسوط أكتر، هاليلويا، من أنك تزيد. ما سمعتوا شو عم أقول؟ يسوع وعظ وعظة ألفات الناس تركت، كانت تتبعه بطلت تتبعه. أليس هذا غريب؟ أنه تقول من بعد ما تخلص كل وعظة، نحن عادة بكنيسنا نقول مين اليوم بده يتبع الرب يسوع، مين بده يطلب الرب يسوع. تخيل اليوم أنا خلص الوعظة مين ما بقاش بده يسوع، هاليلويا،
ارفع ايدك لصلي لك وقل لك باي باي. فيك تخيل هيك شيء يصير؟ عادة ما بصير. وفجأة كتاب مقدس بيقول بعد هالوعظة قال كثير من الناس اللي كانت تتبعه تركته وما عادت تتبعه. وفجأة يسوع حتى نظر لتلاميذه الاثناش وقال لهم وأنتم أيضا تريدون أن تذهبوا؟ يلا أنتوا كمان بدكم هيك؟ عندها نظر بطرس إلى يسوع وقال له إلى أين نذهب يا رب؟ وعندك كلام الحياة الأبدية. لوين ما نروح؟ لوين ما نروح؟ ولاحظ كان عم يحكي عن هذا الطعام المن السماوي. قال أبائكم أكلوا المن في البرية لكنهم جاعوا، لكن ها إن الآن الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت ولا يجوع إلى الأبد. هذا هو، أنا هو خبز الحياة، من أكل جسدي وشرب دمي له الحياة الأبدية. يا لهذه الكلمات الرائعة، أنا أصبح جزء منك وأنت تصبح جزء مني، أنا فيك وأنت فيا. وفجأة بطرس قال له لوين ما نروح وعندك هذا الطعام، لوين ما نروح؟ يا أحبائي، شو اكتشفت اليوم من هذا الشخص، من بطرس؟ اكتشفت عدة أمور بالحقيقة، بأنه بإكسار الكلام في زلة لسان. اكتشفت أيضا بأنه بالحقيقة إذ أتكلم بعض الأحيان أنا أؤكد على أمور أصلا صارت بالسماء. واكتشفت أيضا بأنه ينبغي أن ضلني صلي لكي أرى الاستجابة إن كنت أتفق معك مشيئة الله. واكتشفت أيضا بأن بشخص الرسول بطرس هناك كلام كثير، لكن بعض الأحيان إيمان قليل، لكن حتى بهذا الإيمان القليل كان إعلان سماوي عن من هو يسوع المسيح، بأنه لم يجعل علاقته القريبة من الرب وحتى حكيه الكثير وبعض الأحيان تقطيش يسوع يقطشه، يكون عم يحكي يسوع هو يفوت على الحديث، بطرس بده يحكي يا أخي ما بيقدر، وبعض الأحيان كل شيء يعني كبطرس أنه يشكك حتى بكل أمر، لكن هذا لا يعني بأنه دائما عرف من هو يسوع. لم يجعل علاقته القريبة من الرب، مع أنه قال ها أن تركنا كل شيء وتبعناك، شو إجينا؟ وأنا عم بتخيل كانت عم تشتغل براسه كذا مرة كذا نهار هذه الكلمات لبطرس، أنه يا خي أنا كان عندي بزنس وماشي حالنا ومنبيع سمك الحمد لله، وعندي مرة وولاد، تبعت كيف؟ اخي شوف حالتك انت ما عندك مرة اولاد، وعندي مرة اولاد وبيت وكله تمام، انا تركت هدول كلهم وتبعتك، حق انه اسالك شو اجاني؟ لاحظ بعض الاحيان هذا الرهان وهذه الجرأة ببطرس، انك توقف قدام الرب تقول له يا رب انا شو اجاني، وعندها صوت تسمع صوت الرب عم بيقول لك طلع فيه كل من ترك ابا اما اخا اختا زوجة اولادا بيوتا واراضي، بيوتا واراضي يرث 100 ضعف في هذا الزمان، 100 ضعف، 100 مرة، اسمعها 100 مرة، 100 فوا مش 100 بلس، 100 فوا، هل فهم علي؟ 100 ضعف مش 100 زائد، يعني دروب بمية مش تزيد عليها 100. سوري. مئة ضعف والحياة الأبدية. خلينا نوقف الآن في محضر رب. يا رب الآن نريد أن ندرك هذا السلطان اللي أعطيتنا إياه كتلاميذ لألك. اسمعني شو بدي لك الآن، في إشياء الآن من خلال الرسول بطرس عليك أن تتعلمها،
من خلال هذا الرسول العظيم بالحقيقة صحيح طيب القلب. الكتاب يقول أن طيب القلب يوفقه رب في كل شيء يفعله. قلبه طيب لكن بضل يحكي، متهور بالكلام بعض الأحيان، لكن اللي بقلبه عراس لسانه. يمكن علينا أن نتعلم أن لا نتهور بالكلام، لأنه بالكلام في حياة وموت. إنما الآن اسمعني جيدا، أيضا من خلال هذه الكلمات اللي حكيها بطرس تعلم أمور كثيرة. كان في أجوبة كثيرة رينيها في الكتاب المقدس من خلال أنه كان في بطرس يسأل. الآن يا أحبائي، مش إن هيك عليك أن تتعلم كيف تبني هذه العلاقة مع الله لعلاقة حميمة، لكن دائما تتذكر بأنه هو الله، بأنك تتجرأ تسأل أسئلة للرب، رغم أنه تكون هذه الأسئلة بيخة أو فيها يمكن كلمات تقيلة بعض الأحيان، لكن تقول له يا رب أنا هيك عم فكر، ساعدني. تقول له هيك، أنا هيك عم فكر يا رب، ساعدني، حررني من هالأفكار، خلصني الآن منها، شيلها من حياتي يا يسوع. أريد 100% يا رب مشيئتك، أريد 100% أنه أعرف يا سيد خطتك. أريد، وفي أشخاص يا أحبائي عايشي بضياع وتشويش ومش عارف شيء عن الرب، ومش عارف شيء شو الرب بده إياها تعمل، وكل اللي بتعمله هي بتطلب بتقول صلولي، ما بتتعتى الهم أو ما بكلفها خطرة أنه هي تفوت لمحضر الرب وتقعد وتسأله أسئلة مثل ما كان يعمل بطرس. إذا بدك تعرف شو مشيئة الرب عليك أنك تقعد معه، ما بكفي تقول لحدا صليلي، ما بكفي تقول لحدا صليلي، ما بكفي أنك تفتكر بأنه كل شيء تمام، أنه أنا هلأ تعبان ومش فهمين، ما علي ارحموني وصلولي. أنا أسمعني شو بدي لك لين، عليك أنك أنت تدخل وتكون بمحضره وتحكيه. وبتعرف شو؟ مش رح تعرف معنى الراحة غير أن تفوت لجوة وتحكي معه، ورح تكتشف أنه هو رح يرد عليك. تعرف ليش؟ واحد من الآيات بالكتاب المقدس بيقول بإشعياء: تعالوا نتحاجج يقول الرب. عندك شيء؟ تعال نحكي. أنت إلك مني؟ لا أنا إلي منك. تعال نحكي أنا وياك، تعال نشوف مين إله من التاني، تعال نشوف الحق مين. بدك تعرف؟ قرب، احكي معي. وعليك أنك تتعلم أيضا بطرس أنك تستخدم لسانك في الحل والربط. لا، ليس أنك أنت تحل وتربط، لكن بالحقيقة أنت تؤكد على الأمور الموجودة أصلا في السماء، تؤكد على الأمور الأصلا موجودة في السماء. الآن ارفع يديك هيك واعلن إيمانك. شو الشيء اللي بدك إياه من الرب الآن وبتعرف أنه هو مشيئة الله لحياتك الآن؟ اسأله عنه هلأ، اسأله عنه، قل يا رب شو صار بهذا الموضوع؟ يا رب الآن تعالى احكيني عن هذه المسائل، ساعدني، فهمني يا رب فأفهم، فهمني يا رب فأفهم. يا رب أريد أن أكون صادق معك في حياتي، صادق معك، مش متدين، مش من الأشخاص تقول أمين لكن مش فاهمة. أريد أن أكون يا رب شخص فاهم يا سيد. نعم، بعض أحيان بدون أمين على الغايب من دون ما أفهم، بعض أحيان بدي أعمل شيء بدون ما أفهم فقط لأنه أنت قلت، لكن يا سيد أريد أنك تفهمني بعض الأمور بحياتي. أوه هللويا. والآن أعلن، بلش أعلن الآن ماذا تريد أن يحدث هون على الأرض. أعلن هذه المشيئة بالسماء. مشيئة الله بالسماء هي شفاء كامل، مشيئة الله في السماء هي خلاص كلي، مشيئة الله في السماء هي ازدهار في كل ما تفعله ونجاح في كل ما تفعله، كل ما تفعله ينجح، هيك بقول الكتاب المقدس. مشيئة الله في السماء هي فرح، بر وسلام، لأن هذا هو ملكوت الله، فرح، بر وسلام. إن ملكوت الله ليس أكل وشرب، إن ملكوت الله هو فرح، بر وسلام. وها إن ملكوت الله في داخلكم. إذن فرح، بر وسلام في داخل كل واحد منا الآن. أعلن هيك إني أعظمك يا يسوع. نعم، أريد هذه الحياة الفياضة اللي أنت حكيتني عنها يا سيد باسم الرب يسوع. صلي بروح القدس جميعا الآن يا أحبائي. هللويا هللويا، نعظمك نعظمك يا رب، نعظمك، نشكرك.
نشكرك نشكرك نشكرك. هللويا. كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك، أجسو لك لك وحدك للأبد، أنا لك كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك، أجسو لك لك وحدك للأبد، أنا لك للأبد، أنا لك للأبد، أنا. هللويا هللويا هللويا، مجدا لك يا سيد، مجدا لك يا رب. أنا بشكرك يا رب حبيبي من أجل حضورك اليوم، بنحن يا رب أمامك الآن. لك تعال حبيبي يسوع، أنت أملك على كنيستك وعلى شعبك، ما تجعل يا رب أن علاقتنا فيك تصير علاقة ميتة، أو أنه نتعود عليك يا سيد لكي نملك. نعم يا أحباء، هيك صار بالعهد القديم. الكتاب المقدس بيقول أنه الله نظر إلى شعبه وقال له أنت عم بتملني الآن، زهقتني. قال يا رب ما بدي يصير فيي هيك، ما بدي يوصل وقت أنه أنا أزهقك، وعلاقتي فيك تصير يا رب علاقة ما لها طعمة ولا ريحة ما لها لون. ما بدي يا رب تتحول علاقتي فيك يا سيدة تدين، ما بدي يا رب، ما بدي أخسر يا رب، أو أخذها باستخفاف، ما أعمل لأي قيمة يا رب، ما أعمل قيمة لحضورك، ما أعمل قيمة لهذه العلاقة معك، ما بدي أخذها باستخفاف، لكن أنا أدرك يا رب وأسمن هذه العلاقة معك، وأنا عارف أنت مين يا رب. لا أريد أن أحيا قربك دون أن أدرك من أنت باسم المسيح. لأن إذا أنت شخص في هذه القاعة موجود اليوم، قبل ما أنه نشارك مع بعض بمائدة الرب، خليني أقول لك أنه مائدة الرب هي للأشخاص المولودين ولادة جديدة. وإذا أنت موجود في هذه القاعة، بمعنى آخر الأشخاص اللي بيعرفوا مختبرين الرب يسوع بحياتهم، وبيعرفوا بأنهن عندهم علاقة مع يسوع، وهن مولودين ولادة جديدة، وبسألهم سؤال، إذا أنت مت بيلي أنا طالع لعند يسوع لأنه بعرف أنه فداني بدمه وأعطاني حياة أبدية. إذا أنت هذا الشخص تقول لي أنا ما بعرف يا أسيس، أنا إذا بموت اليوم ما بعرف حالي لوين رايح، ما بعرف أي شيء من اللي أنت عم تحكي عنه، وما عندي علاقة شخصية مع الرب يسوع اللي بحبني، اليوم أنا بدي يكون هيك وبدي اشترك معكم بمائدة الرب. خليني صلي معك الآن، وخليني صلي لك إذا أنت هذا الشخص. خليني لك قبل أنه بحبك كثير، يسوع بحبك. أنت اليوم مش بالصدفة هون، أنت منك بالصدفة هون أختي. يسوع بحبك، يسوع بحبك، مات ليعطيك حياة أبدية، وقام من أجل أن يبررك، وجلد من أجل شفائك. يسوع يحبك جدا جدا جدا، وأنت ثمين كثير على قلب الله، كثير غالي على قلبه. إذا أنت هذا الشخص الآن، صلي هذه الصلاة، قال يا رب سمحني أنا خاطئ، قال له بشكرك لأنك مت من أجلي على الصليب وقمت من بين الأموات من أجلي، قال له بشكرك يا رب لأنه الآن جعلتني وخليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، قال له هيك، ها أن الكل صار جديدا. بشكرك يا رب الآن لأنك سمعت صلاتي واستجبت لي، أعلن هيك باسم الرب يسوع
ولك منا الآن كل شكر في هذه الكنيسة لأنك سمعت واستجبت. بينما كل رأس منحني الآن إذا بتريدوا جميعا، كل عين مغمضة إذا بتريدوا دون استثناء، إذا في شي حدا اليوم صلى هذه الصلاة لأول مرة وبيعنيها، خلي يعطيني علامة برفع اليد، علي إيدك ونزلها، خليني صلي لك. آمين آمين أختي، آمين خيي. في شي حدا بعد صلى هذه الصلاة أول مرة بحياته وبيعنيها؟ آمين خيي آمين. في شي حدا بعد علي إيدك ونزلها، خليني أشوفك إذا أنت هذا الشخص أو أنت هذه الأخت. آمين خيي ورا، ربي يباركك. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. إذن الآن استحقاقنا يا أحبائي في مشاركة هذه المائدة هو باستحقاق المسيح، عشان هيك الجميع مدعو الآن أن يشترك في هذه المائدة فقط على استحقاق المسيح، وبسبب نعمة الرب يسوع لجعلتنا مستحقين أن ندخل إلى بيته ونتمتع في خيراته. هاليلويا.